عقد الجهاز الوطني للإيرادات ورشة عمل حول القيمة المضافة تتضمن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة المضافة لضمان تطبيقها بصورة صحيحة، وذلك استمرارا للبرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة. وخلال ورشة العمل التي حضرها 77 ممثلا عن 44 منشأة تم استعراض آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها والاطلاع على التجربة الافتراضية التي يوفرها مركز العرض والتي تعتمد على أساليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة المعرفة لمساعدتهم في تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة وتقديم كافة المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعليه وتعريفهم بالاليات والجوانب الفنيه والتنظيميه للقيمه المضافه